في الفيديو ده نشوف رد فعل طفلين ولد وبنت لما بيجي ياخدوا حقنة البنج. الطفل بالذات لو حس بوجع مع اول شكة او مع حقنة البنج هيبقى صعب السيطرة عليه، عشان كده بنخبي عينه وبنفهمه اللي احنا نرش مية على السوسة وندي حقنة البنج بالراحة جدا جدا لدرجة ان الطفل ما بيحسش ان هو اصلا فيه في بقه حقنة. واللي بيخلي الطفل ما يحسش باي حاجة خالص ويحس بالامان مش بس علشان بنحط له جل موضعي قبل ما نحط حقنة البنج، لان الجل الموضعي لوحده مش كفاية، انما كمان بتطمنه وبتبتسم في وشه وبتلعب معاه وبتفتح معاه حوار وبتتكلم معاه كأنه حد كبير، والطفل بيقدر حاجة زي كده، وخصوصا لو انت بتكلمه عن حاجاته المفضلة، اللعبة المفضلة اللي بيلعبها او الاغاني المميزة اللي بيسمعها، ويا سلام لو انت بتعرف تغنيها معاه فالوضع هيبقى لطيف جدا. وقبل ما بندي حقنة البنج بنطلب منه ان هو يغمض عينه علشان المية لو جت في عينه هتخليها حمرة وهيقعد يرش في عينه طول اليوم. هو بيغمض عينه واحنا بنكون بنجهز حقنة البنج ونخليه يفتح على الاخر ونغمض عينه علشان ما يشوفش السن هو داخل، ونحط السن في المكان المظبوط ونحقن بأقل سرعة ممكنة، بطيء جدا جدا لدرجة ان تدفق المية ما يحسش بيه جوه الفك بتاعه. ولما نحس ان الطفل خلاص بقى تحت السيطرة بنخلي مامته تشيل ايده لان بتبقى سنداه، لان ممكن بأي حركة غبية يتحرك فالسن يتني او يجي في خده او حاجة زي كده. وبعد كده بنخرج السن نفك بالراحة، فالطفل نفسه بيفضل مغمض عينه وما بيحسش ان في حاجة خرجت من بقه اساسا. خلاص فتاهي، خلاص خلصنا.